أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بما تجسده مملكة البحرين من نموذج متقدم للمجتمع المتعايش والمترابط بين جميع أفراده، مؤكدا سموه أن أي محاولات للتأثير على ما يربط بين أبناء الوطن من وحدة وتماسك لن تجد لها بيئة في ظل التماسك المجتمعي الذي يميز شعب البحرين بفضل أهم مكوناته وهي العائلة البحرينية التي نعتز بترابطها، مشيدا سموه بدور العوائل البحرينية العريقة وإسهاماتها في مسيرة نهضة البحرين وتطورها وما تشكله هذه العوائل من ملمح أصيل يجسد عراقة وأصالة شعب البحرين عبر السنين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لأبناء وأحفاد المرحوم الشيخ أحمد بن خلف العصفور، يتقدمهم الشيخ ناصر بن أحمد بن الشيخ خلف العصفور. وخلال لقاء أثنى سموه على عطاء عائلة العصفور وما لها من مكانة في المجتمع البحريني كواحدة من العائلات العريقة التي لها إسهاماتها المشكورة من أجل الوطن، وقال سموه: إننا حريصون على أن نلتقي بكم وبكل عوائل البحرين، فهذه اللقاءات خير دليل على أننا عائلة واحدة وشعب واحد، وأبوابنا مفتوحة لكم ولجميع أبناء الوطن، وعلينا أن نحافظ على ما أرساه الأجداد والأباء عبر سنوات طويلة من نهج التواصل الذي يوثق من تقاربنا في كل ما يخدم الوطن وشعبه. وشدد سموه على أهمية الحفاظ على قيم التواصل والتآخي التي تربط بين أبناء البحرين وجعلها منهجا للأجيال القادمة في كل ما من شأنه أن يرتقي بمكانة مملكة البحرين وأهلها. من جانبهم عبر أبناء عائلة المرحوم أحمد بن خلف العصفور عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتقوية النسيج الوطني بين أبناء المجتمع وحرصه حفظه الله على أن يكون قريبا دائما من المواطنين في مختلف الظروف، مشيدين بكل ما يقدمه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من عطاء لا محدود لصالح الوطن والمواطنين. ونوه أبناء وأحفاد الشيخ أحمد بن خلف العصفور طيب الله ثراه إلى تمسكهم بقيمة التواصل عبر نهج معتدل يحفظ للوطن وحدته وأمنه ويسهم في خدمة المجتمع، وأكدوا أنهم حريصون على السير على ذات نهج التواصل الذي سار عليه الآباء والأجداد، لأن ذلك النهج هو الطريق القويم والصحيح والأنسب لمجتمع البحرين الذي تميز على مر التاريخ بأنه مجتمع يقوم على المحبة والتواصل فيما بين أفراده.